اخي بأي دقيقة بنهار هذا؟ يا ابو عمار بنرشوا مي بأي دقيقة بنهار المبنى ليك شلون يفسر؟ لك لا يلا طلع من هار المبنى طلع من هار المبنى طلع طلع لبرا هنا عصافير الغوطة الشرقية مكان الغارة الثانية التي استهدفت البلدة مساكن المدنيين في الغوطة الشرقية. استهداف المدنيين في الغوطة الشرقية بصواريخ فراغية حسبنا الله ونعم الوكيل. الغارة الثانية على البلدة 1/10/2015 الغوطة الشرقية. شوف هو يا زلمه هذول جوا هذا ما ادري. حسبنا الله ونعم الوكيل.